انت مو عارف تدير البلد، هذه مو مشكلتي. مو عارف تدير الاموال اللي عندك، هذه مو مشكلتي. احنا الحين باعتصام قدام بنك الائتمان، احنا في سؤال محيرنا. امس في تصريح طلع من صلاح المضف، وقبلها متحدثتهم الرسميه يعني قالت اوامر البناء مو من عندهم، من السكنيه، وراجعنا السكنيه عشان الاضراب اللي قاعد يصير هذا في الكلام. رجعناهم قال حنا بنرد عليهم، وامس طلع صلاح المضف قال حنا عندنا عجز من 2018. حنا نبي نعرف سؤال محير، انتم كل ابوكم بالسكنيه وزاره الاسكان، يعني انتم اعضاء فيها كالوقيان كصلاح المضف الوزير وزير البلديه، يعني انا بعرف انتم متفقين يعني على هالسالفه ولا شنو؟ المطلع موزع من 2016، ما يشوف ما مستحيل ما فكر فيها. 28,000 وحده سكنيه، ما قال خلينا نجمع لهم فلوس، ما قال خلينا نشوف دعم لهم. بنك الائتمان يطلع التصريح يقول ما عندي سيوله. احنا الناشد رئيس مجلس الوزراء صباح الخالد ابو خالد، احنا عيالك، يعني ما يصير 7 سنين ونبي نطول عشان عقد مجلس امه ويقرون قوانين ما عجبهم. القرض الرهن العقاري ورفضوه الشعب ومجلس الامه، وقفت الدنيا عشان مصالح التجار، وهذا غلط. انت مو عارف تدير البلد، هذه مو مشكلتي. مو عارف تدير الاموال اللي عندك، هذه مو مشكلتي. لا انت ولا رئيس الحكومه ولا وزرائك، هذه مو مشكلتي انا، مشكلتكم انتم. كلنا امل ورجاء من بنك الائتمان ان يراعي ظروف المواطن الكويتي اللي اصبح يعاني في بلده من القضية الإسكانية. هذا حق للمواطن، فلا توصلون المواطن إلى مرحلة أنه يتمنى العيش والحق في بلده. هذه بالنهاية إحنا ما لنا غنات عن بلدنا، هذه بلدنا اللي إحنا مواطنين، عيال مواطنين، أجدادنا مواطنين، ولاءنا إلى هذا البلد. مواطنين، عيال مواطنين، أجدادنا مواطنين، ولاءنا إلى هذا البلد.